حبيبتي، كنت فين طول النهار؟ قلقتيني عليكي. صباح. نعم يا دكتور هشام. فين السيديهات اللي كانت في المكتب؟ دكتور نادين جت من حوالي ساعة أخدتهم وقالت لي أبلغ. وإزاي تسيبيها تعمل كده؟ حضرتك كانت بتتفرج دايماً على السيديهات دي. خلاص خلاص. ألو. ألو. أيوة يا دكتور. أنت خدت سيديهات ملك؟ طب من فضلك السيديهات ترجع. للأسف يا دكتور هشام مش هقدر. عموما ما تقلقش عليهم. هما دلوقتي بقوا في الحفظ والسوق. أنا وديتهم البوليس. أنت زعلان ليه؟ أنا اللي أخدتهم مش أنت. تقدر تروح القسم تعمل لي محضر وتقول إن أنا سرقتهم كمان. عموما خلاص الموضوع انتهى. وأنا دلوقتي في طريقي للمطار وطيرتي كمان ساعتين. أنا مش هقدر أستحمل زعيقك أكتر من كده ومضطر أقفل السكة. ناس مين يا مازن؟ تعالي يا حبيبتي. تعالي. ملك مش هسيبك.